مرحبا. جولة نهاية الأسبوع على أخبار مواقع التواصل الاجتماعي من لوج إن بلشت لحتى نشوف نهاية الأسبوع شو حملة ترينز عم يتنقلوها رواد هاي المواقع بالساعات الأخيرة. خلينا نبدأ Let's log in بالبداية بتويتر. من بعد ما عملنا لوج إن على تويتر رح نبدأ الحلقة من لبنان. فعلى غرار الوضع المعيشي الصعب والارتفاع غير المسبوق بسعر المواد الغذائية والبضائع المختلفة اللي عم نشهده بأيامنا الحالية بمختلف أسواقنا عنا بالبلد، الوضع مشابه إلى حد كبير كمان عند الجار اللبناني. بساعات مبارح على تويتر كان هذا الفيديو هو الترند الحقيقي اللي عم يتداولوه مختلف اللبنانيين بمشهد بيعكس صعوبة المعيشة وتأمين الحاجات الأساسية وكيف ممكن ينعكس هذا الشيء على الناس وشو بتكون تبعاته من الناحية الاجتماعية. وثق الفيديو شجار ضمن أحد السوبر ماركتس بالعاصمة بيروت بين أحد الزباين وأحد المشرفين ضمن المتجر. سبب الخلاف كان كيس حليب أطفال مدعوم، فدعم أسعار بعض المنتجات الأساسية كانت طريقة يلي اختارتها الحكومة اللبنانية لمحاولة الوقوف بوش غلاء المعيشة. الزبون يلي بدأ الشجار قام بأخذ أكثر من كيس لحليب الأطفال المدعوم، وبالتالي خلص الكميات الموجودة بالسوبر ماركت وما ضل شيء قدام إحدى الزبونات لحتى تشتري. وهون تدخل المشرف على السوبر ماركت وقام بأخذ أحد الأكياس من عربة الزبون وعطاها إياها للزبونة. وهون كانت الشرارة الأولى للشجار يلي تطور لاشتباك بالأيدي مثل ما بيوضح الفيديو. إدارة السوبر ماركت أصدرت بيان حملت فيه المسؤولية للزبون يلي كان مصر على حد تعبيرهم على شراء أكبر من الكمية المحددة للفرد الواحد من مادة حليب الأطفال بسعره المدعوم حكومياً. على أمل الأيام الجاية تحمل انفراجات أكبر وأهم على الصعيد المعيشي بالدرجة الأولى يلي كتار من الناس اليوم لامسين الصعوبات فيه وقديش عم يكون في مشاكل وتحديات يبدو مو بس محلياً بمختلف دول عربية محيطة فينا. خبرنا الثاني رايحين حتى نعمل فيه لوج إن على فيسبوك. الخبر الثاني بحلقة اليوم رح ننتقل فيه على الأردن، البلد يلي رجع يعيش إجراءات احترازية صارمة بشأن كورونا بتتضمن منع التجمعات وأغلاق بعض الفعاليات أو تخفيض نسبة إشغالها على الأقل مع أعداد الإصابات يلي عادت للارتفاع بشكل ملحوظ بالبلاد. محافظ مدينة الزرقاء الأردنية قرر سجن عريس أردني ووالده لإقامة حفل زفاف بمزرعة خاصة دعوا للعرس 300 شخص بخرق واضح للقوانين. العريس اللي طبعا خرق أوامر وزارة الدفاع بشأن حظر إقامة التجمعات ما حاول التكتم على الحفل أبدا، بل على العكس حضر لمكان العرس بواسطة طائرة هيلوكوبتر خاصة فيه بمشهد استعراضي للطراز الرفيع. محافظ الزرقاء قال إنه معلومات وردت عند الأجهزة الأمنية بخصوص إقامة حفل زفاف بمزرعة، وعلى الفور تحركت الجهات الأمنية للمكان وأوقفت العريس ووالده بيوم العرس وتم تحويلهم للقضاء والمحكمة الإدارية. وعم يتم حاليا كمان متابعة ومحاولة معرفة أصحاب المزرعة اللي قاموا بتأجيرهم إياها بهدف إقامة حفل الزفاف. القصة انتشرت بشكل واسع بالأردن بالساعات الأخيرة خاصة مع انتشار هالفيديو المتعلق بوصول العريس بطائرته لمكان العرس. وما ضل بحلقة اليوم غير خبر أخير رح نختم فيه كل جولات الأسبوع هذا الأسبوع من لوج إن، ورايحين لحتى نشوف شو عم بيصير على موقع أبل. التسوق الإلكتروني عادة وظاهرة منتشرة بعدة دول من حول العالم بشكل واسع بمعظم الدول إذا فينا نقول كمان، وخاصة بظل جائحة كورونا صار الطلب عبر المواقع الإلكترونية أمر ضروري أكثر وعليه طلب وانتشار كبير. طبعا الموضوع موثوق بدول العالم بشكل اكبر بكثير، وفي مواقع مختصه بهي الامور بتحاسب وبتتصرف بحال وجود اي تجاوزات، اضافه لمواقع البراندات العالميه يلي بتامن ميزه الشراء اونلاين لزبائنها، وبالتالي القصص بتصير موثوقه
مضمونة 100%. موقع أبل هو واحد من هي المواقع اللي بيفسح إمكانية لشراء أي شيء من منتجاتهم أونلاين، وبيوصل المنتج على باب المشتري وين ما كان موجود. سيدة صينية من مقاطعة أنهوي قامت بطلب آيفون 12 برو ماكس الجديد عبر الموقع الرسمي لأبل، وسددت حقه كاملاً مع مصاريف الشحن يلي تجاوز الموضوع كله على بعضه حاجز الـ $1,500 أمريكي. وبعد انتظار عدة أيام وصل الطرد المنتظر بس مع شوية تعديلات. فعوضاً عن الآيفون يلي كانت عم تستناه، السيدة الصينية لقت جوا الطرد علبة لبن زبادي مثل ما بسموه منكه بالتفاح بانتظارها، عوضاً عن موبايلها بما يبدو أنه قضية نصب وسرقة واضحين. السيدة قالت أنها ما استلمت الطرد بشكل شخصي من عامل البريد، وإنما حصلت عليه من صندوق البريد الخاص بالمجمع السكني المقيمة فيه. شركة البريد الخاصة عن توزيع هي الطرود، وشركة أبل كمان أكدوا فتح تحقيق مشترك بالموضوع لمعرفة ملابسات القضية وتأكيد مزاعم هالسيدة، ومحاولة كمان معرفة وين راح الآيفون ومين بدله بعلبة اللبن. ومع هذا الخبر الطريف بنكون وصلنا لختام جولة اليوم وختام كل جولات هالأسبوع. أنا برجع بشوفكم إذا الله راد يوم الاثنين الجاي، هلا وقتها تبقوا بألف خير. أكاونت سلوغان عم تمروا على يميني، إذا حبيتوا تشيكوا عليها وتعملوا لايكس أو فولوز. Let's log out. سلام.